أعزائنا مشاهدي فضائيات نورسات، نلقاكم من جديد بكل المحبة في برنامجنا الصمت يتكلم، ونرحب بضيفي حلقتنا لهذا اليوم الأب علاء مشربش والأخت مارسيل الزعمط. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك سيستر. الأب علاء من مدينة السلط يقوم بخدمته الكهنوتية في رعية قلب يسوع الأقدس لاعي العلي عمان، وهو المرشد العام للشبيبة المسيحية في الأردن. أما الأخت مارسيل أيضاً من مدينة السلط وتقوم بخدمتها الرهبانية والرسولية في رعية قلب يسوع الأقدس ناعور. حان الوقت كي نتوقف عند الوثيقة التي كتبتها ماري ألفونسين بخط يدها، والتي تروي فيها النشاط الرسولي للراهبات الأوائل وهي منهن. فالعمل الرعوي ليس نشاطاً مجرداً، بل استجابة لحاجات حقيقية تلمسها الكنيسة ومؤسساتها وأبناؤها في تعاطيهم مع المؤمنين في بيئتهم الحقيقية الدائمة التغير والتطور. أبونا علاء، متى بدأت تشعر بدعوتك للحياة الكهنوتية؟ بأيام الصغر أكيد. نعم. كان في كاهن الرعية كنت عم بشوف فيه المثال، وكنت أنا أحد خدام الهيكل المواظبين على خدمة القداس، فكنت دائما أشوف هذا الأبونا هو مثالي، وأنا كنت أشعر في توجه داخلي إنه أنا حاب أصير زي هذا الأبونا. نعم. وطبعا شوي شوي مع نمو الحياة الفكرية والعقلية وتطور الحياة دخلت السمير، وبالمسيرة طبعا شوي شوي تعمقت فكرتي للكهنوت وللخدمة وللتكرس. تقريباً قديش كان عمرك لما دخلت؟ لما دخلت السمينار بالمرحلة الأولى كنت بحدود عمر 14 سنة. صغير أبونا. نعم. وسير مارسيل، تقريباً إمتى شعرتي إنه فعلاً ربنا بدعوك للحياة الرهبانية؟ أنا أول ما شعرت في دعوة الرهبانية كنت بصف سادس ابتدائي. معناته 12 سنة تقريباً. 12 سنة. نعم. وهو نتيجة تأثري براهبة، يعني أنا بدعم فكرة أبونا، التأثر كتير بفيد. نعم. الله يرحمها اسمها كان سو كرميلا النجار. نعم. بهداك الوقت كانت تخدم في رعية المصدر، أنا من رعية المصدر الأصل. نعم. كتير أثرت فيي، كتير ورجتني إيش هي الراهبة، إن الراهبة عملها دائما عمل تضحية مستمرة. عندت عندي علامة استفهام، أنا ليش ما أكون زيها، ليه ما أتبع نفس الخط، ليه ما أكون زيها للعذراء بنت. رحت صارحت أهلي في الموضوع، طبعاً لقيت معارضة من الله يرحمه أبوي، لكن أمي قالت لي كلمة بنسهاش، إنه خلصي سادس. نعم. وبس تخلصي ثالث إعدادي اللي هو هلأ حالياً تاسع. نعم. أنا وضلت عندك الرغبة، أنا بإيدي بوديكي على الدير. هون أنا صار في عندي نوع من الإطمئنان إنه أخذت وعد من أمي. قضيت هالفترة بين سادس وتاسع بصلاة، وطبعاً كنت أتردد على هاي الراهبة، أقولها ساعديني إني أنا ما أتخلى عن الفكرة، لأنه أنا بدي أكون للعذراء بنت. فكانت تساعدني، هي بتعطيني صلوات أصليها، ودائماً أطلب بها الصلاة يا عذراء نوري عقلي وورجيني إنه أنا أنت بدك إياني، ثبتيني. نعم. بهالفكرة. وهيك صار، بس خلصت التاسع مباشر أمي بإيدها مثل الوعد اللي عملت لي، أخذتني وودتني على الدير. نعم. أبونا، قديش سنة بتقعدوا فعلاً تصبحوا كهنة للارتسام؟ إذن خلينا نحكي الرسمي، الدخول الرسمي للإكليريكية للسمينير بيكون بعد عمر 18 سنة. منبلش بالسنة الأولى التحضيرية، ومن ثم بيكون في طلب انضمام للإكليريكية، ومسيرة التنشئة والدراسة والتحضير بين الدراسة وبين الفلسفة واللاهوت والخبرة الرعوية بحدود 9 سنوات. 9 سنوات بالإكليريكية. بالإكليريكية. نعم. وما بترتسموا كهنة قبل ما تعملوا سنوات فلسفة ولاهوت؟ نعم، في. نعم. سنتين فلسفة، 4 لاهوت، مع سنة خبرة رعوية، وسنة التحضيرية الأولى، وسنة للغة الفرنسية. 9 سنين أبونا مش طويل؟ طويلين نعم، ولكن بحاجة للكاهن أن يكون كاهن مثقف بالعلوم اللاهوتية والروحية والتنشئة الرعوية، فأكيد الوقت هذا مناسب. نعم. خصوصاً لليوم متطلبات الخدمة الرعوية. نعم. الدير اللي فعلاً بيحتضن الطلبة اللي حابين يكتشفوا دعوتهم هو السمينار اللي في بيت جالة. نعم، هو المعهد الكليريكي التابع لبطريركية اللاتين
للقدس اللي موجود موقعه الآن في بيت جالة في دولة فلسطين. وكل طالب بشعر في رغبة في الحياة الكهنوتية لازم يروح على هناك. نعم، عادة في كاهن مسؤول عن الدعوات وبتم مرافقة الشاب اللي بشعر بالدعوة خلال السنة، وإذا قرر أن ينضم إلى الإكليريكية بيكون في هناك طلب خاص. وأيضا بحب أنوه أنه عندنا كمان إكليريكية صغرى، أنه أقل من 18 سنة في بعض الشباب الصغار اللي بشعروا فعلا في هالدعوة بحدود عمر 16 سنة أو 15 سنة منبلش نقبل الطلاب، ولكن طبعا بيعيشوا حياة طبيعية داخل المعهد الإكليريكي في الإكليريكية الصغرى مع توجه نوعا ما يعني تنشئ على الحياة الروحية. نعم. وبعد العمر 18 سنة بيتم التنشئة المباشرة للكهنوت، أو ممكن يكون الشاب من الدعوات المتأخرة اللي بنسميه اللي بيكون خلص الدراسة الجامعية اشتغل في الحياة العملية ومن ثم اكتشف أنه الله عنده دعوة خاصة في حد الكنيسة. قبل ال 18 إذا في شاب التحق بالإكليريكية الصغرى بيقدر يتابع دروسه للمرحلة الثانوية؟ نعم، بيتابع دروسه في المرحلة الإعدادية والثانوية في بحسب النظام الدراسي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وبعدين أيضا في قرار جديد لازم يأخذه، أنا هلا بدي أستمر بعد التوجيهي بعد الثانوية العامة أو أنا عم بفكر بحياة تانية. وأيضاً بحاجة لبعدين يأخذ سنة تحضيرية السنة الأولى ليرجع يميز الدعوة بشكل أقوى ويعمق قراره ويبتدأ مسيرة التحضير والتنشئة المباشرة للكهنوت. نعم، سيد مرسل تحكي لنا شوي عن التحضير للرهبنة، إنه شو المراحل اللي بتسبق النذور؟ أنا في البداية بدي أحكي عن حالي. أول ما رحت على الدير وقتها كان في دير للرهبنة في إربد، منطقة البارحة، هو للطالبات الراغبات للحياة الرهبانية. كانوا هناك يهيئونا للمرحلة اللي فيما بعد للدخول للقدس لبيت حنينة لدير الأم. قعدت سنة في هذا الدير وبعدين دخلنا للقدس للدير الأم في بيت حنينة. هناك ثلاث سنين الابتداء، سنة طلب بنسميها التحضير الأولى، بعدين سنتين الالتزام اللي هن النوفيسيا. في الابتداء في هالثلاث سنين هدول بكون في دروس مكثفة للكتاب المقدس، قوانين الرهبنة حتى تطلع عليها مزبوط، العادات وتقاليد الرهبنة، العمل الرسولي، توجهات العمل الرسولي، هل الغنى وهالشيء اللي احنا بناخده بنحمله زواده لانه في عمل الرسولي فيما بعد. تمام، بعد ثلاث سنين بتم النذور الاولى، النذور الرهبانيه، وشرط انه يكون ما بعد سن ال 17 سنه. نعم. 18. نعم، حتى تكون الفتاة واعيه وناضجه وقرارها يكون فعلا عن نضوج ووعي. بعد النذور الاولى قديش بتضل هالراهبه تجدد نذوراتها؟ ست سنوات. نعم. هذا على وقتي بعرفش هلا في سته مظبوط ست سنوات ست. قانون ست سنوات تجديد لفتره سنه اخرى من النذور الرهبانيه، وبعدين بعد الست سنوات بيصير في التزام مؤبد بنسميه النذر المؤبد الدائم. في حال انه الراهبه بعد ما نذرت النذر الاول واختبرت الحياه خلينا نقول، اكتشفت انه لا مش هذا الخط اللي هي بتشعر انه خط سعادتها او الخط الحياه اللي لازم تكون فيه، في مجال تتراجع؟ هلا في كل بساطه اذا اكتشفت هذا الاكتشاف فيها تصارح الرئاسه العامه في الرهبنه. نعم. هلا الرئاسه العامه مش دغري بتقولها اوكي، تحاول معها أول مرة تاني مرة، لأنه لعل وعسى أنه هالراهبة عم تمرق بفترة تجربة قوية وكتير التجارب تتعرض لها نفس المكرسة. نعم. والشيطان بيلعب دوره لحتى يبعدها عن خطها مع ربنا. نعم. هون الرهبة بتلعب دورها كمان حتى توعيها أنه خط ربنا مهم، مش بسهولة بتتركيه، لكن إذا شافت حالها أنه هي لا خلص مش قادرة بتصرحها، يعني بتعطيها تصريح، وإذا كانت حتى بعد النذور الدائمة. نعم. فبصير هون بدها تصريح خطي من الكرسي الرسولي. نعم، بس بتصور إقلال اللي بعد النذور المؤبدة إنه ممكن ينسحبوا. أبونا شو الرعاية اللي خدمت فيها؟ أنا خدمت الرعاية الأولى هي كانت الزبابدة في فلسطين. نعم. وبعدين خدمت بالفحيص ككاهن مساعد، كنت كاهن رعية في إربد وحالياً في رعية قلب يسوع الأقدس تلع العلي عمان. نعم، هل بتشعر في اختلاف بين رعية وأخرى؟ إشي مؤكد، أولاً البيئة الجغرافية والموقع الجغرافي، العقلية الناس اللي
بكل بلد. نعم. وطريقة التفكير وأيضا الاحتياجات الرعوية، يعني الرعية الصغيرة عندها احتياجات تختلف عن الرعية الكبيرة عددا، الرعية اللي في عمان تختلف عن في المحافظات، الرعية في الأردن تختلف عن في فلسطين، فأكيد هناك خصوصية لكل رعية باحتياجاتها ومتطلباتها وبالحياة الرعوية لكل رعية. نعم. السؤال إنه بالنسبة لإلك ككاهن رعية، ماذا تعني راهبة الوردية؟ هل وجودها مهم في الرعية وشو دورها؟ نعم، بعتقد راهبة الوردية، ولازم نحكي هذا الحكي، إنه تاريخياً البطريركية اللاتينية الأورشليمية وراهبات الوردية هم كتوأمين، يعني مع بعضهما البعض. الرهبة اللي نشأت في حضن الكنيسة المحلية، وكان الهدف الأول أيضاً لخدمة الرعاية. بعتقد الراهبة في الرعية أو تمثل هي الأم للرعية، الأم بالحضن الدافئ اللي كل واحد بيلتجئ لها، هالأم اللي بشعر إنه يجب أن تكون هناك في أم للرعية، زي ما في أبونا في كمان المفروض أمنا نعم تكون في الرعية. نعم. وثانياً بعتقد وجود الرهبة مهم لإعطاء دور أكثر للمرأة والنساء داخل الرعية. نعم. إنه مش بس الرجل يخدم، أيضاً اليوم المرأة تخدم كمان باختلاف أيضاً عقلية العالم والمساواة بين الرجل والمرأة. أكيد كل واحد عنده مسؤوليات تختلف عن الآخر، ولكن الراهبة دورها موجود ومهم داخل الرعية. وأيضاً بنرجع كمان للحياة الرسولية في الرهبنة، هي تنشئة المرأة، التعليم المسيحي بالمراكز الموجودين للرهبنة وداخل أيضاً الرعاية، وجود الراهبة مهم جداً. نعم. سير مارسيل، وين خدمتي؟ أنا باكورة خدمتي سنة 87 ندرت الندور الأولى، دوري تعينت في غزة. نعم. وأنا بقدر أقول هاي النواة الجيدة اللي أعطتني زخم لحياة الرسولية فيما بعد. حلو. في غزة. بعدين بيت حنينة في القدس، بعدين إربد المستشفى رهبات، إربد مستشفى رهبات الوردية في إربد. نعم. بعدين لحلب، رحت لحلب فترة منيحة كمان. بحلب بقدر أقول إنه كانت زخم أكتر وأقوى، أعطاني دفع للحياة الرسولية. حلو. من حلب. وأنا إذا هلا عندي قوة قوية واندفاع قوي للعمل الرسولي، هو يمكن أخذته استقيته من حلب. حلو. من العمل في حلب. وبعدين ديرنا في بيت الزيارة لرهبات الوردية. حاليا أنا في ناعور من سنة 2008. أعتز إني أنا عم بشتغل بهاي الرعية، وأفتخر إني عم بتعامل مع أهلها الرائعين. حلو. شو دور الكاهن الرعية في الرسالة؟ دور الكاهن مهم جداً وحساس جداً وعصب للكنيسة. حلو. أنا بقدر أقول بين أقواس الكاهن هو قلب الكنيسة، قلب الرعية بالتحديد. يعني بدون الكاهن الرعية ما بتقدر تأخذ شيء، ما يمنح الأسرار، يعطي الأسرار، خاصة سر القربان الأقدس، غذائنا الروحي، هالشيء اللي عم بيغذينا بيقوينا. بدون الكاهن نحن لا شيء، يعني الكاهن دوره كتير حلو. بنفس الوقت الراهبة أنا بعطيها صفة الرئة تبعت الرعية اللي بتتنفس فيها الرعية. أبونا أعطانا صفة الأمومة، أنا بعطيها صفة الرئة. حلو. للراهبة في الرعية. نعم. لأنه كمان الراهبة بتعطي النفس الأكبر في عطائها للرعية في رسالتها، خاصة مع العنصر النسائي زي ما نوه أبونا. العنصر النسائي بحاجة، نحن رهبانتنا كانت لأجل خدمة الفتاة العربية. نعم. منذ التأسيس. ونحن خطنا هو الفتاة العربية بين أقواس بشكل خاص، والخط العام مع حتى الشباب. الشباب بيحتاجوا، أبونا حكى كلمة مهمة، الرهبة هي أم في الرعية، والشباب بيحتاجوا أحياناً لحضن هاي الأم. نعم. نعم. يعني كثير من الشباب بحسهم، أنا معي شخصياً بيحتاجوا، بشوف بيحتاجوا للرهبة، لمشورة الرهبة، بالإضافة لوجود الكاهن طبعاً العنصر المهم في الرعية. يعني صفة إحنا الرعية عشان تكتمل لازم يكون فيها الكاهن والراهبات والمؤمنين، ونحن منكمل بعض بالرسالة.
يعني هلا هنا احنا كمان في الرعي بدي انوه لشغله انه دائما الراهبه يعني خطها مش خط انه الراهبه بتعتني في الكنيسه، هذا شيء مهم جدا. نعم. او بتزين في الكنيسه او لا، هو مزبوط خط للراهبه، ولكن خط بده ياخذ صبغه الروحانيه اللي بتعيشها الراهبه. اليوم انت لما بتزيني الكنيسه انت عم بتطلعي الروحانيه اللي فيكي بصوره زينه، لوحه زينه بتحطيها قدام الرعيه. هالرعيه لما بتدخل بتشوف هالشيء المحضر بيهيئها لدخول المناسبة اللي هن جايين يصلوها، بيساعدوها وبيفرق كتير. يعني احنا لو بده بس يتطلع نحط إطار الراهبة بس تزين وتحضر، لا معناته لا بنقدر نجيب علمانيين يقوموا بهاي المهمة. ولكن في فرق بين انه الراهبة بتعطي روحانيتها اللي بتعيشها، في فرق انه العلماني بيعطي موهبة عم بينفذها. نعم. قدام في أي رسالة بتحبوا توجهوها للشبيبة من خلال فضائية النور سات أبونا؟ أنا اليوم باخذ هيك رسالتين صغار. الأولى من البابا القديس يوحنا بولس الثاني لما كان بينادي باللقاءات الأيام العالمية للشبيبة، شرعوا أبابكم للمسيح. نعم. اليوم بحاجة شباب اليوم يرجعوا يفتحوا باب قلبهم ويرجع يسوع في 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 مركز حياتهم. نعم. امام تحديات العصر، الحياه التكنولوجيه، الترفيه، نوعا ما البعد عن الكنيسه، اليوم الشاب والصبيه طبعا بحاجه ليشرع ابوابه للمسيح، يرجع يسوع يدخل ضيف على قلبه ويسكن في قلبه. الرساله الثانيه باخذها من اجواء الكنسيه اللي عم نعيشها بين يوبيل الرحمه اللي راح يعلنه البابا فرانسيس والايام العالميه للشبيبه في كراكوفيا السنه الجايه 2016. طوبى للرحماء فانهم يرحمون. بحاجه اليوم الشباب ليعيشوا الرحمه من جديد امام الصعوبة والأزمات اللي عم بتمر فيها شرقنا خصوصاً بالحروب والعنف. بحاجة اليوم لننظر نظرة رحمة للآخر، والكتاب المقدس بيحكي الرحمة تستخف بالدينونة. فاليوم رسالتي للشبيبة ارجعوا حطوا يسوع في مركز حياتكم وانظروا بعيون الرحمة إلى الآخرين. هذا هو رسالتنا الأولى والأخيرة كمسيحيين وكشهود للرب يسوع في حياتنا في عالمنا وفي مجتمعنا. نعم أبو ناصر مرسل رسالة. أنا بقول لكل بنت لكل صبية ما تخافي توجهي سمعك لربنا. حلو. صوت الله إذا دق باب قلبك ما تخافي تسمعي ولا تسكري باب قلبك. يعني احنا مزبوط هلا عصر اليوم هو عصر يبعد الفتاة او الشاب عن صوت ربنا، بس لازم دائما نوجه سمعنا لربنا. ربنا حنون، العيشة معه حلوة ولذيذة، وانا بقولهم اسألوا مجرب. نعم. لا تسأل طبيب، نحن جربنا نعيش مع يسوع. نعم. وعم نشوف لذة العيشة معه شهية، فما تخاف تحدي الصعاب، تحدي العالم، تحدي أهلك، تحدي نفسك، تحدي ذاتك، تحدي كل شيء ممكن يمنعك تسمع صوت الله. نعم. ونفس الشيء بحكي للشباب، لأنه كمان الشباب تحدياتهم أكثر يمكن من تحديات الفتاة. يعني لا يمل من هاللقاء الحلو، بشكركم عليه وربنا يبارككم في رسالتكم وفي خدمتكم. شكرا سيستر. إن الرعية هي جماعة المؤمنين بالمسيح الذين يكونون جسده السري في بقعة محددة من الأرض. هذه الجماعة التي هي كنيسة المسيح الحية في رعية واضحة الحدود تتغذى من كلمة الله ومن الأسرار المقدسة ومن كافة أنشطة العمل الرعوي لتنمو في المسيح فتكون شاهدة له في عالم اليوم. لقد حققت رهبانية الوردية المقدسة بكل فخر واعتزاز هدفاً رئيساً من الأهداف التي توخّتها الكنيسة من إعادة تأسيس البطريركية اللاتينية. فمنذ تأسيس الرهبانية خدمت راهبات الوردية في رعايا الأبرشية ومدارسها بإخلاصاً وقدمنا تضحيات كبيرة، فكانت الراهبات سنداً للكهنة في المجالات التربوية للإناث. ويرى كهنة البطريركية وراهبات الوردية في هذا التعاون تدبيراً من العناية الإلهية، وكان لصلاة الصبح الوردية فعلها في العمل الرعوي في أبرشيتنا المقدسة.
حقا إن ما اتصفت به راهبة الوردية من الغيرة وسلامة القلب وحب الخدمة الرسولية وتحمل المشاق وشظف العيش وحبها للأم البتول ومواظبتها على تلاوة الوردية والتأمل فيها، كان ذلك عاملا فاعلا قرب النساء والفتيات من الله ومن الكنيسة وغير الكثير من العوائد الناجمة عن الجهل. إن نجاح راهبات الوردية في هذا المجال ظاهر كالشمس للقاصي والداني في فلسطين والأردن ولبنان والخليج وروما ومصر وسوريا، وقد تخرج على أيديهن من مدارسهن عشرات الآلاف من البنات منذ تأسيس الرهبانية حتى اليوم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نترككم على أمل اللقاء.